والآن وقفتنا الاقتصادية لنشرة السادسة. أخبار الاقتصاد مع شروق عماد. إليك شروق. أهلا بكما هبة وسارة، أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة لنشرة السادسة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة مستعدة لتقديم الدعم والمساندة اللازمة لمشروع ضخم في مجال البتروكيماويات يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة إنكاريدج للاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سواء فيما يتعلق بإصدار الرخصة الذهبية أو بشأن تيسير الإجراءات اللازمة للإسراع بتنفيذها. جاء ذلك خلال لقائه رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع لاستعراض ملامح المشروع، حيث أعرب رئيس مجلس الوزراء عن ترحيبه بالاستثمارات التي يضخها القطاع الخاص في قطاعات الاقتصاد الوطني من أجل إحداث التنمية الشاملة المطلوبة، وذلك في إطار توجه الدولة لدعم القطاع الخاص. من جانبه أوضح رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أن المشروع يقام باستثمارات تقدر بملياري ونصف مليار دولار، ويستهدف أن يتم تصديره ما قيمته 1.5 مليار دولار في المرحلة الأولى. قام رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين بالعديد من اللقاءات والمباحثات، وذلك من خلال تواجده في روتردام ضمن مشاركته في ملتقى الهيدروجين العالمي الذي يعد أضخم حدث من نوعه في أوروبا لاستقطاب الاستثمارات الهولندية في القطاعات الصناعية التي تستهدفها المنطقة في خطتها الاستراتيجية 2020-2025. وبحث رئيس اقتصادية قناة السويس سبل التعاون المشترك مع كبريات الشركات الهولندية، وذلك من أجل استكمال النشاط المكثف الذي تقوم به الهيئة لتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها بما يحقق أهداف التحول العالمي نحو الطاقة الخضراء. قام رئيس الهيئة باستعراض الإمكانات المتفردة التي توفرها مصر من خلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهة رئيسية لإنتاج وتصدير الوقود الأخضر في الشرق الأوسط وتصديره لقارة أوروبا. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط بسبب مخاوف من ضعف الطلب، حيث أشارت بيانات التضخم إلى احتمال بقاء أسعار الفائدة الأمريكية عند مستوى مرتفع. وانخفض سعر خام برنت بنسبة 1.67% ليصل إلى 75.16 دولار، كما نزل خام غرب تكساس بنسبة 1.78% مسجلا 71.27 دولار. كما انخفضت أيضا أسعار المازوت عالميا بنسبة 3% لتصل إلى 2.37 دولار للتر. وفي المقابل ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 39% لتسجل 2.19 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5%، مواصلا سياسته المتشددة من أجل كبح التضخم الذي لا يزال الأعلى بين جميع الاقتصادات المتقدمة. وأضاف بنك إنجلترا أنه يستبعد ركود الاقتصاد البريطاني، وكان بنك إنجلترا من أوائل البنوك المركزية الكبرى التي تحركت لرفع معدلات الفائدة للسيطرة على ارتفاع الأسعار، حيث رفع الفائدة منذ ديسمبر 2021 12 مرة حتى الآن لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008. وحتى الآن فشل البنك المركزي البريطاني في السيطرة على وتيرة التضخم الذي لا يزال فوق 10% والأعلى في غرب أوروبا.
أعلنت نقابة عمال السكك الحديدية الألمانية EVG أن موظفي النقل أعلنوا عن تنفيذ إضراب من مساء الأحد حتى مساء الثلاثاء للضغط على المفاوضات بشأن الأجور لمواجهة التضخم المرتفع جدا. ويعد هذا الإضراب هو الثالث للعمال عمال السكك الحديدية في ألمانيا منذ نهاية مارس الماضي، كما يعتبر الإضراب الجديد هو الأحدث في سلسلة من التحركات التي شهدتها السكك الحديدية الألمانية في إطار خلاف متصاعد بين النقابة والإدارة. وتطالب النقابة بزيادة الأجور بنسبة 12% لمدة عام للعمال الذين تمثلهم، مع زيادة بقيمة 650 يورو شهرياً كحد أدنى. ورفض الاتحاد العرض الأول الذي قدمته النقابة بزيادة 5% على خطوتين تغطي 27 شهراً، بالإضافة إلى علاوة تضخم تبلغ 2500 يورو. انتهت جولتنا الاقتصادية لنشرة السادسة، وعودة من جديد إليكما هبة وسارة. شكرا لك شروق.